ها يا امك وش سويت؟ قلت يا يوم جبت الخوخ والرمه. قالت ابعدي ابعدي. الخبر شايف لله شفنا عند الهوال كل ما شافنا قال انتوا ليش ما تذكرون؟ انتوا وين ما تروحون المدرسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اجعله يسكن اجعله يسكن. هم لاجي الصبح هم قد نافذ للمدرسه يناديني تعال اجلس. يجلسني المدرس يا باجي لا ترفع راسك قصيت. قلت ليه يوم تقص راسي؟ لاقيني محذوف من الشره يوم كنت قص راسي. ما بقول انت. قال له شوفك ترفع راسك ترفع راسك تقول نعامة. تلفت يمين ويسر. كنت ماني برافع راسي شوي وطالع اتفكر يري يجي في العالم عاين عاين الناس تحل واللي مرجل واللي يبتسي على اشهد بالله شهادة حقني ما ظلمته. ابوها علي بالطلاقني عاين في رجال قدامي 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 يبتسي يبتسي متروحين على الورقة ويبتسي وانا تقول مطية. شفت المطية؟ شفت الرحول؟ عاين يمين عاين يسار ما ادري وش العالم دي. فعين بالرجال الرجال يبتسي. يا ولد وش حاصرن عليك؟ اقول هلا. قالوا يا ولد باقي السؤال ذا ما حليته. قلت اخوك زيك يعني بكاك ذا كل ابوه عشان السؤال ذا ما حليته؟ قال لي والله. قلت له ابوك انا ورقها وجه وقفها ما حليت فيها ايه ما حطيت فيها الا اسمي اسمي بس. شو يجيني الاستاذ كان الله يعزه كان الله يوفق ذاك الوجه كان يحبني. قال لي باه جنت لي ما تحل. قلت انا مروس ما ذكرت ولا عندي سؤال. خلاص خليك هنا لا تقوم لا تقوم خليك على الكرسي لين يقوم الطلب كلهم. هم لا قوم الطلب كلهم. جاني مدرس وخذا شو اسمه من الطالب الممتاز عندك اقول فلان بن فلان يحط ورقته قدامي يقول يلا حل وحل 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 يقول خل ثلاث اسئله لا تجاوب عليه. اخر من يقوم اخر من يطلع من القاعه اخر من يطلع من القاعه. احل احل ما شاء الله عليه. ها عندي ايش؟ ايه يا وجهور يا وجه الله غشاش مدرس اجعل يسكى انا يدك درستنا والله انا شيب بك اي الطلاق انا ازرع فين راسك الخلق. ودي اعرف كم النسبه اللي تخرج فيها. تخرجت بنسبه 82 اتوقع انها 82 نعم تخرجت ب 82 بس ترى كنت تراني ذكي حياتيا غبي دراسيا. ذكي في الحياه انا بس في الدراسه غبي. مو غبي شوف يا محمد انت مش غبي. ماني مجتهد. اي ما انت مجتهد ماني مجتهد بس انا غبي. لا والله ماني غبي. فرق ترى ما في حد غبي بالحياه ما في حد غبي. كل واحد ميز على الثاني بشيء. بس انا اخواني جيدين تميزون بس انت تميز عن شيء ثاني. ايه انا ما ذاك هم تميزين بحب المذاكره بحب الاجتهاد. ما عندك انت تدري ان بالاخوي يقول لا في الحياة. نص غبية نص شائع نص شائع غبي في الحياة وغبي مذاكرة. أنت تدري لا أنا ضحك كل الأسبوع. إيه أنا على الحرام غبي صدق تنك ذاكر يقول مبني علوم المرجلة ولا علوم الدراسة ما إيش نبيها. أخوي فلاح ما شاء الله تبارك الرحمن متخرج ب 96 سالم ولد عمي متخرج ب 94 وليد متخرج ب 92 عيال عمي أذكياء مجتهدين يحبون يدرسون. انا اشتهرت بالافلام والهدات ارحب خلي عايض يا مرحب يا مرحب يا يقول انطاب طيب الولد طيبه من خواله. تاكد تاكد يا عزيزي المشاهد انه لا شفت طيب فيني تاكد انه من خوالي. وان كانك شفت فيني شيئين من الرداء ترى مهم مني من خالي. الله إن عينت ردة ولا إن عينت شيء ترى يعود الخالي مهم مني ولا أنا ثاني طيب. والله أني 99 دخلت ليبي ما
داخل من نعم خوالك معناك زود. ارحب ارحب يا خالنا عايد يستاهل الترحيب. رحب ورحبوا بخالكم. ارحب يا خالنا. أسين عليها يا أخوي. حتى السؤني ما عاد صرت ألعب، كنت ألعب لعبة ما في حيلة يا ريجي. فاجأة نشوف تصاميم بالتيك توك أشوفها. طشيت روسنا. سد حلقك شوي. أسد حلقي شوي. يشين يشين البجاحة. أنت إنسانة بجيحة ولا فيس من الرقة والذوق متقدر. اقلب يوجس. فاتح سبيس يعني وش ألعب بالإشارة. اقرأ شربت. ارحب يا خال. هذا الله الخال البطل. خالي ما في حيله. ربنا يتوسط لك يا خال. تمثل في شباب البومب. احس انك ممثل ناجح. قبل اجل نجف مساج المحترف في جده. لا تسوي عندي اعلانات. فقش وجهك يا راعي ذا المساج. اقلب وجهك. الله الدنيا قد الناس تحط اعلانات في هاشتاقي. والولي يا فايز والله لا تنشدني قبل 6 شهور تقول يا بهاج انت بتشتهر بيجي اسمك رنان في تويتر. اني ما صدقك اني اقول هذا حلم ابليس في الجنه. استحال. بس انا كنت اقولها. سبحان الله. انا كنت اقولها. لا 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 والله ما توقعت إني والله إني دخلت البرنامج حتى شو اسمه حتى البرنامج وأنا فيه ما كنت أتوقع النص دائي إنها بتوصل للمكان. خالي موجود. هي خالي موجود. خالي موجود. السيتي جاب الثاني. لا ما جاب. أنا عاين. عايم من برا. شيخ الله صالحتك يا رجلي. ادعو لي انجح بالرخصة المهنية عشان ادرس عيالك. اجعل ربي يوفقك. ابو هي انت تدرس الرخصة المهنية؟ لا الرخصة خليتها المهنية خليتها. قد خليتها؟ قول قول ما شاء الله. ما شاء الله. بس انا عندي دراسة ثانية. عندي ماجستير. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرزقك يا ابو حمد لكل مجتهد النصيب. معنا واحد اسمه عزيز تقني. ونعم وشو من لحية عزيز تقني ذا. ونعم ابلجن أنا مدري ألقاها من شيرين ولا ألقاها من سبيس. بهاج وقت غلط الموعدي يوم عملتها عشان سبيس. شيرين ليه وش علوم شيرين؟ أتصدق شيرين ما عرفتها إلا يوم جت هيتها الأخيرة. أقسم بالله ما عرفت شيرين دي إلا يوم جت هيتها. يوم قالوا شيرين وحسام. رجعت الحسام. وش سرني به شيرين وحسام؟ رجعت الحسام تزوجه مرة ثانية. والله لا أعرف لا شيرين ولا أعرف حسام ما غير قريتها في التواصل الاجتماعي. وش توقعاتكم يا اخوان لمنتخبنا في كاس العالم؟ توقعون منتخبنا بيعدي دور ال 16؟ يلا يا رب يلا يا رب ان نعدي دور ال 16.
السعودية للداعم السنة هذه بإذن الله. يلا يا رب. ودي أن هالداعم أنا. ودي أن نغبن طال عمرك العالم. نوصل طال عمرك ليه؟ احنا غبني العالم بقيادتنا وولاة أمورنا. أقسم بالله أقسم بالله أننا نحسد على 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 هذا القيادة الشاب. أقسم بجلال الله. إيه والله. والله يا زين يا زين شعور الفخر يا ولد. بعد ما بالك منتخبنا. الله يعز علينا يا أخو. ليتني والله العب في المنتخب اشهد لله اني بعصب راسي معهم. الو لك يا ولد تخيل خذ زين الحماس صدق اني ساقاتل اشهد بالله اني بقاتل صدق يا ربي عدي. اي والله يلا يا رب كلنا ودنا بس بنلقم ترى احنا في مجموعه قويه الارجنتين وبولندا والمكسيك ترى المكسيك ذا فايز المكسيك اكثر شيء في الاعلام حاليا حنا نقول الارجنتين بولندا المكسيك ترى خطير 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 اقوى مجموعه ترى مجموعتنا السعوديه مجموعه قويه اتوقع والغيب لا يعلمها الا الله ان السعوديه بتروح بعيد في كاس العالم وقطر بتروح بعيد منتخب قطر ترى منتخب قوي جدا قوي ومدرب مو بصاح فانا احس ان اتوقع ان السعوديه بتحقق شيء واتمنى انا انها تعدي الله ما تعدى دور 16 خلها مني حسب ما شفنا من مستواهم انا عندي وطنيات ولا منتخب توي بس لا نرفع سقف الطموح كثيرا لازم نرفع طاقم سقف الطموح يا استاذ محمد لازم منتخبنا قوي بس مرات تهجم على قطر لا ان شاء الله باذن الله ان قطر تروح بإذن الله أن يتعدون دور 16 بإذن الله بإذن اللي ما تنام عينه توقعاتك ما بتعدي الباطن ها 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 اقلب وجهك بس من في مجموعة قطر مجموعة قطر من اللي فيها ابو هاي فيها السنغال عارف السنغال احنا من عمين الحين المكسيك والارجنتين وبولندا جلس فاير فانا وفالكم اللهم امي بتروح وانترلند بكرة انا في الباطن الله يطول لي بعمرك انترلند وين وانترلند يبعد بعدها بعدها صد هل الطيبة الزائدة تؤذي صاحبها تؤذي صاحبها يبغى تؤذي صاحبها من هي عامل الناس ها عامل الناس بطيب تبو الناس شفت الناس يعملونه يعني كل واحد ما في قلب والله الطيبة الزايدة أنا أشوف أنها ما
تدمن راعيها صراحة. ليه يا أخي؟ ليه؟ أنا أشوف أخوي أنا بعامل الناس بطيبتي معدني بالشيء اللي تربيت عليه. أنا ما قلت كنت عامل الناس